بس تويا بس 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 واد شيخي على نصك انت بالذات على نصك لك شو واد شو هذا اللي عم يصير شو هاد يا ابني تويا لك ابو وائل شو هاد والله يا شيخي الشاب كان قاعد بحاله وهن اللي اجوا تحركة شو فيه لك ما بدنا نخلص بقى ما بدنا نخلص بقى عينك بعيني طلع فيني يلا يلا كل واحد يقصد الله يلا يلا يا ابني يلا يلا يا جماعة يلا مين على شغله عمي يلا الله يرضى عليكم مين على شغله الله معكم يلا يا ابني حقك علينا معلش سامحنا الله يرضى عليك بسيطة شيخي بسيطة ما صار شيء لك يا ابني أنا بعرفك شيء كأني شايفك شيخي بعد أمرك في جوز كلام حابب أحكي مع منك على شنو إيه أنت ما بدك يا ابني بس والله هلا أنا مستعجل معلش بكرة بعد صلاة العصر تمر لعندي بصير معلوم شيخي هلا حدلك على بيتي وبكرة بستناك أنا بدك ما في داعي تدلني عليه شيخي بعرفه كتير منيح إن شاء الله على خير يا ابني إن شاء الله على خير أنت عم تساعده كل نهارك مقضيها مع منه من بستان لبستان وبعدين شو آخرتها هاي؟ ما تقول له يعطيك جمعية كل نهار خميس؟ جاوبني فارس بلا قصص الولدني هاي ولدنت شو أخي؟ فكرني مو فهمان عليه؟ بتحب الخيل ما اختلفنا بس شيت انك تضيع عمرك كرمالها هي لا بتنزل لا بميزان ولا بأبا اخي انا هيك مرائي الله خليني بحب الخيل الله يخليك تركني براحتي انا داير على مصلحتك بعدين انا اخوك الكبير ومن واجبي اقول لك الغلط من الصح وبدك تسمعني انت كل همك تعمل زعيم علينا ايه طول بالك اخي طول بالك وانت الثاني فكر حالك انظم منه صار طول لك هالطول وما كنت تلاقي لك شي مصلحه تتعلمها وتتسبب منها رو من وشي رو روزين لا تعمل قليل أصل ترجع تغط عني ها حقك على راسي والله بس قلت لحالي شو عم يجيك مننا غير وجع الراس بهالحارة لا معلش خلي جعني راسي وخليني عم شوفك لك أخبار أخواتك شو عم تشوفون عم يشوفوك وين صارت الدنيا فيو شو عم أشوفه شيخي ليكن قاعدين مع مني بالبيت ما بيغيبوا عن نظري تكة الله وكيلك روحي روحي متعلق فيه ما شاء الله حولك رجال اي والله يا مناح اختي ان شاء الله بهالكم يوم امورك بتكون محلوله وبكون امنت لك قرنه تتقوي فيها بعدين انا بعرف حسابي مع هذا الواطي اللي طاول عليك الله يحميك لشبابك ويديم عليك همتك يا شهم توصينا شي اختي؟ ايه بس تكي شو ها؟ انتو كل نهار بمشاغلكم الله يعطيكم العافية فقلت لحالي يعني هيك بعملكم أكلة من قريب وإلك ولأخواتك الله يخليكم لبعض يسلم ايديكي استاني مرة لا تعزبي حالك انتي ضيفتنا وما بدنا نتعبك معنا الله يسلمك يا رب بخاطرك الله معك الله يحميك ومو شباب ومو أخت العطية عاملة أكل زين ونكول زين فارس ونكول معي ما بحب أكل لحالي يا شو؟ وين كنت؟ سمعت بنصيحتك ورح تدور على شغل ايه؟ طمني شو صار مع منك لقيت؟
أول سؤال كان يسألني إياه أي صاحب محل فوت لعنده، أنت ابن مين؟ شو اسم عيلتك؟ وين ساكن؟ شو بدي جاوب؟ شو بدي أقول؟ قل له أني ما بعرف لا أصلي ولا فصلي، أني ما بعرف لا أبي ولا أمي، ولا قل له أني ساكن بخرابة ما بسكن فيها غير الدواب. كنت وفر على حالك ولا أنك ابن حرام؟ فارس! شو بك أخي؟ ليش مو هي الحقيقة؟ شرف حضرتك، روح مع منال لأخوك على السوق دور له على شغل، وإذا بيسألوك عن أبوك وأصلك وفصلك أبقى جاوباً أنت بمعرفتك، وإذا حدا منهم بشغلك تعب زوق بنص وشي. أخي نحن أجينا على هاي الدنيا لحتى نكون شحادين حرامية التالين قتل قطاعين طريق اللي هو. نحن ما أجينا على هاي الدنيا لحتى نشتغل بقهوة ولا بمطحنة مثل العالم والناس. اسمع مني، نحن قادرين نوقف الشام كليات على رجل واحدة إذا بنحط إيدينا بإيدين بعض. أنت بس قول إيه. روح على أخوك شوي. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مناع هون؟ خير، ليش بدك يا؟ بدي اياه بشغلة ضرورية. مانو هون. طيب امتى بيرجع؟ ما بعرف. كتر خيرك. الله معك. اختي بدي اسالك، انت حرمته؟ يو، وانت شو خصك اذا انا حرمته او لا؟ صحة وانا طيب. ما بشوفها غير عم تنظف بهالطريق. برية هي اسمها برية. انت بتنظف من هون بتنزل المطرة بتهب شوية ريح بيرجع كل شيء مثل ما كان. تنظف مشان اختي. ما فهمت ليش شو دخل هالمستورة اختك تنظيف الطريق؟ نزها بتعرج على رجلها، خاف تتفشكر في حجر تروح توقع. لا تواخذني ما كنت بعرف. قوم قوم تعال نظف معها. يلا أختي، أنا وأخواتي الليلة رح نبات هون برا البيت قريب منك، لا تخافي مشان أنتي تاخدي راحتك. مشان الله لا تواخذني، والله هيك عم تخجلني كتير. أعوذ بالله، شو هالحكي هاد؟ ولو هاد واجبي، بعدين أنتي أخت المرحوم عطية ولا تاكلي هم شيها. إن شاء الله إن شاء الله بهاليومين رح أمن لك بيت بحارة قريبة من هون، يعني مشان نضل نطمن عليكي. يكتر خيرك. خير الله. السلام عليكم. عليكم السلام.